أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. لازلنا في مباحث الإجماع من كتاب شرح غاية السهول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وبلغنا قول المصنف: واتفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا، في صفحة 247. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: واتفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا، وكذا المقلد لا يعتبر اتفاقه، وميل ابن الباقلاني والآمدي إلى اعتباره ولا عبرة فيه، ولا عبرة فيه بقول من عرف أصول الفقه فقط أو الفقه فقط عند الجمهور أو النحو، ولا عبرة فيه بقول كافر متأول، وفي الفاسق باعتقاد أو فعل خلاف. النفي اختاره القاضي وابن عقيل، والإثبات اختاره أبو الخطاب. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله: واتفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا. اتفاق من سيوجد، أي من سيخلقهم الله سبحانه وتعالى من المجتهدين، لا يعتبر في الإجماع، وإلا لما انعقد إجماع قط، إذ ما من عصر إلا وفيه مجتهدون. فلو اعتبر في الإجماع من سيوجد، يعني اعتبر اللاحق في إجماع السابق من المجتهدين، لما انعقد إجماع. قال: وكذا المقلد لا يعتبر اتفاقه. هذه مسألة ثانية، وهي أن المقلد أي العامي الذي هو يسأل العلماء وليس ينظر في النصوص الشرعية ويستنبط، لا يعتبر اتفاقه مع العلماء المجتهدين، كما لا يعتبر خلافه. وإلا لو اعتبر موافقة العوام لما كاد ينعقد إجماع لكثرة الأمة، بل أكثرها من العوام، والعلماء هم الأقل في أكثر العصور. ولأنه لو اعتبر اتفاق العوام مع العلماء لضاعت فائدة الحديث، لأنه قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. حينئذ يكون الحديث محمولاً على شيء محال من حيث العادة، إذ لا يمكن كما قلنا آنفاً أن يتفق الكل، كل الأمة على حكم واحد في زمان واحد. أما اتفاق العلماء خاصة فهو ممكن، بل هو واقع، ولأن العامي ليس من أهل النظر، فإن الاجتماع لا يكون إلا الإجماع لا يكون إلا بعد نظر وتأمل في الأدلة وأخذ ورد، والعامي ليس أهلا لذلك، بل الواجب في حقه سؤال العلماء. فحينئذ لا يصح أن يقال لا بد من وفاقه، أو أنه يعتبر خلافه في نقض الإجماع. ثم قال: وميل ابن الباقلاني والآمدي إلى اعتباره. الضمير في اعتباره يرجع للعامي، يعني القول الثاني في المسألة هو قول أبي بكر الباقلاني والآمدي رحمهما الله تعالى، حيث قال باعتبار العامي مع العلماء في انعقاد الإجماع. وسبب ميلهما إلى هذا القول هو عموم الأدلة، فإن النصوص الدالة على حجية الإجماع جاءت عامة،
لم تخص العلماء من دون العوام، ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنون يشمل العلماء والعوام. لا تجتمع أمتي على ضلالة، والأمة تتناول العلماء والعوام، هكذا قالوا، وهو مذهب شاذ في المسألة. والصحيح أنه لا يعتبر إلا من كان أهلا للنظر. ثم قال: ولا عبرة فيه، الضمير يرجع للإجماع، ولا عبرة فيه بقول من عرف أصول الفقه فقط، لا يعتبر في المجمعين من كان عالما بأصول الفقه فقط، يعني دون الفقه، لأن الأصول إنما هو وسيلة لمعرفة الأحكام، والإجماع يكون على الأحكام، فقد يوجد من يعرف الوسيلة ولا يعرف الغاية، كبعض المتكلمين مثلاً قد يكون ماهراً في أصول الفقه لكنه ليس فقيهاً. قال: أو الفقه، أو الفقه فقط، أي ولا عبرة في المجمعين بمن عرف الفقه فقط ولم يعرف أصول الفقه، لأنه يكون لن يكون مجتهداً، فإن من شروط الاجتهاد الذي هو شرط في المجمعين أن يكون عالماً بأصول الفقه، وإلا فكيف يستنبط وكيف يرجح عند التعارض؟ فمن كان حافظاً لمسائل الفقه فهو مجرد عامي حافظ لمسائل العلم، لكنه ليس عارفاً بطرق هذه المسائل وكيف وصل إليها العلماء. قال: عند الجمهور، نعم عند أكثر العلماء، وهناك خلاف شاذ في المسألة أنه يعتبر بهم، أي بالفريقين في المجمعين، ونظر هؤلاء إلى أن الفقه والأصول متلازمان، فلا يمكن أن يكون فقيهاً وهو جاهل بأصول الفقه، وكذلك العكس كذا قيل، وهذا بعيد. قال: أو النحو، يعني لا عبرة في المجمعين بمن عرف النحو فقط، يعني النحو غيره من العلوم الأخرى، فإن النحو وإن كان من شروط، يعني معرفة العربية هي من شروط المجتهدين، لكن ليست شيء الشرط الوحيد، فقد يكون نحوياً لكنه عامي، إذا عرضت له مسألة من مسائل الأحكام سأل عنها العلماء كما يسأل بقية العوام، فالنحاة والبيانيون وغيرهم هم عوام بالنسبة للمسائل الشرعية، ما لم يكونوا عالمين بالفقه وأصوله وسائر الشروط المعتبرة في المجتهدين. قال: ولا عبرة فيه بقول كافر متأول. ولا عبرة فيه، الضمير يرجع للإجماع، ولا عبرة في الإجماع بقول كافر متأول. الكافر المتأول هو الذي يعني يكفر ببدعته لكنه مستند فيها إلى شبهة، فيظن نفسه أنه من المسلمين وأنه على صواب، كغلاة الرافضة مثلا، فيخرج غير المتأول كاليهودي والنصراني ومنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء واضح يعني أنه لا عبرة بهم، إنما الكلام في الكافر المتأول، فقال لا عبرة به أيضا، لأن شرط المجمعين أن يكونوا مسلمين وهو ليس منهم. قال: وفي الفاسق باعتقاد أو فعل خلاف، وهو الاستئناف، وفي الفاسق باعتقاد، يعني من كانت بدعته مفسقة كالجهمية مثلا في قول، يعني من ينكر مثلا البرزخ والصراط والميزان وينكر رؤية الله يوم القيامة، هذه بدع مفسقة. أو فعل، أن يفسق بعمل مثل شرب الخمر والعياذ بالله، أو الربا، أكل الربا ونحو ذلك، فإنه فيه خلاف هل يعتد به أو لا، إذا كان من أهل الاجتهاد، يعني إذا بلغ رتبة الاجتهاد هل يعتد به في الإجماع أو لا. قال: النفي، هذا القول الأول،
النفي يعني أنه لا يعتد به بالفاسق، سواء كان فاسقاً بالاعتقاد في مسألة اعتقادية أو في مسألة من مسائل العمل عملية. قال: النفي اختاره القاضي أبو يعلى وابن عقيل، وهو قول الجمهور أنه لا يعتد بالفاسق. قال: والإثبات اختاره أبو الخطاب. نعم، هو قول أبي الخطاب الكلوذاني، وقول بعض الشافعية منهم أبو إسحاق الشيرازي، ومنهم إمام الحرمين والغزالي، جماعة منهم. والصحيح هو القول الأول، هو قول الجمهور، لأن المجمعون كل واحد منهم مخبر عن حكم الله، وشرط قبول الخبر أن يكون ثقة، والفاسق غير مأمون في الإخبار عن حكم الله سبحانه وتعالى. ويخرج بقوله، يعني يخرج من هذه المسألة الفاسق بتأويل في العمل، كمثل شارب النبيذ، فإنه يدخل في المجمعين. فالمجتهد الحنفي مثلا الذي يشرب النبيذ يدخل في المجمعين، يعتبر قوله في الإجماع ويعتبر قوله في الخلاف. قال: ولا يختص الإجماع بالصحابة رضي الله عنهم. نعم، تفضل. قال رحمه الله: ولا يختص الإجماع بالصحابة رضي الله عنهم، بل إجماع كل عصر حجة اختاره الأكثر. وقيل: وعنه لا، وفاقا لداود. وقال أبو العباس: لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة، ولا إجماع مع مخالفة واحد واثنين عند الجمهور كثلاثة جزم به في التمهيد وغيره. وعن أحمد رحمه الله: بلى، وفاقا لابن جرير. وفي الروضة وغيرها الخلاف في الأقل، والأظهر أنه حجة لا إجماع. أحسنت. يقول: ولا يختص الإجماع بالصحابة رضي الله عنه، بل إجماع كل عصر حجة، وهذا قول الأكثرين كما ذكر المصنف. نعم، هو قول عامة العلماء، أكثر العلماء. الخلاف هنا خلاف شاذ، لأن النصوص الدالة على حجية الإجماع لم تفصل، فوجب العمل بعمومها. لا يوجد في أدلة حجية الإجماع ما يخص الصحابة دون غيرهم، وحينئذ يجب العمل بمقتضى عموم النصوص. ثم قال: وقيل وعنه لا، أي وعن أحمد لا يكون إجماع كل عصر حجة، وإنما الذي هو حجة عصر الصحابة فقط، إجماع الصحابة. قال: وفاقا لداود الظاهري. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة. يعني كأنه يقول إن هذا الاستقراء يدل على أن أحمد يعني يغلب على الظن بهذا الاستقراء أنه لا يحتج إلا بإجماع الصحابة. لكن الإشكال في قوله بعد عصر التابعين، ولم يقل في عصر التابعين، فهذا النقل ليس سندا، يعني لا يؤخذ منه شيء. أنا في ظني أن هذا النقل عن أحمد رحمه الله لا يدل على مذهبه في المسألة. والصحيح عن أحمد، وهو قول الحنابلة وأكثر العلماء، أن إجماع كل عصر حجة. ثم قال: ولا إجماع مع مخالفة واحد واثنين عند الجمهور كثلاثة. لا إجماع صحيح مع وجود مخالفة الواحد أو الاثنين. لو خالف العلماء المجمعين، لو خالفهم واحد مجتهد فقط، مجتهد واحد أو اثنان، لم ينعقد الإجماع، فتبقى المسألة خلافية يسوق فيها النزاع، لأن الأدلة إنما دلت على أن الحجة في قول الجميع لا في قول الأكثر،
ولأن الواحد هذا إذا انفرد ربما يكون الصواب معه، أليس انفرد عمر في بعض المسائل وجاء الوحي وصدقه، وانفرد أبو بكر دون الصحابة بقتال مانعي الزكاة وخالفوه المهاجرون والأنصار، ثم تبين لهم أن الصواب معه، فيمكن هذا. قال كثلاثة، قوله كثلاثة يعني كأنه يقيس مسألة خلافية على مسألة اتفاقية في ظنه، يعني كأنه يقول كما أن خلاف الثلاثة ينقض الإجماع فتكون المسألة خلافية، كذلك خلاف الواحد والاثنين، إذ لا فرق. ما الفرق بين اثنين وثلاثة؟ لا فرق. فكما أن خلاف الثلاثة ينقض الإجماع كذلك خلاف الاثنين، لكن الحقيقة أن حتى المقيس عليه وقع فيه نزاع، فإن بعض العلماء اعتبر أن من يعني إذا خالف ثلاثة، إذا ثلاثة خالفوا المجمعين فإن الإجماع ينعقد ويصير قولهم باطلا، ما يصح لهم هذا الخلاف، يجب أن يرجعوا إلى قول المجمعين، قول محكي في كتب الأصول. نعم. قال جزم به في التمهيد وغيره، جزم به بأنه يعني لا إجماع مع وجود المخالف الواحد والاثنين، جزم به أبو الخطاب الكلوذاني في كتابه التمهيد وغيره وفي كتبه الأخرى. ثم قال وعن أحمد رحمه الله بلاء، هذا شروع في المذهب الثاني في المسألة، وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى مرجوحة بلاء، بلاء يعني بلاء ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين فقط، الواحد والاثنين دون الثلاثة. وهذه الرواية اختارها بعض الحنابلة منهم ابن حمدان. قال وفاقا لابن جرير، يعني هذه رواية القول الثاني، رواية عن أحمد وهو قول ابن جرير الطبري الإمام المشهور المفسر المعروف، وهو أيضا قول بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنفية. فإذا القول الثاني ما هو؟ أن قول أهل الاجتهاد المجمعين يكون إجماعا إذا كان المخالف واحدا أو اثنين فقط، فإنه لا يؤثر، لا يؤثر خلافهم وتصير المسألة إجماعية وما يصح لهم هذا الخلاف. ومن لطائف الأصوليين قول الأستاذ أبي إسحاق الإصفرايني، قال ابن جرير قد شذ عن الجماعة في هذه المسألة فلا يعتبر خلافه، لأن خلاف الواحد في المسألة الإجماعية غير معتبر وتكون المسألة إجماعية، فألزمه بعين ما يقول به. نعم. على أن بعض العلماء ذكر أن مذهب ابن جرير الطبري ليس هذا، وإنما قال مذهبه إذا كان الأقل الذين خالفوا يعني الكثرة متفقون والأقل مخالفون، الأقل هؤلاء إذا كانوا بلغوا عدد التواتر فإنه يعتد بخلافه وتصير المسألة خلافية، وإن لم يبلغوا عدد التواتر فإنه تكون المسألة إجماعية، هكذا قيل والله أعلم. قال وفي الروضة للشيخ موفق الدين بن قدامة رحمه الله وغيرها من كتب الحنابلة الخلاف في الأقل، يعني يقول أن بعض الكتب الأصول كالروضة أطلقت المسألة في أن المخالف إذا كان الأقل لم يعتد به أو اعتد به على القولين، يعني كأنه يقول أن بعض كتب الأصول لم تحدد بواحد واثنين أو ثلاثة، إنما قال إذا اتفق الأكثرون وخالف الأقل هل يكون إجماعا أو لا. ثم قال الآن بدأ يختار هو كما اختار غيره، والأظهر وهو الاستئناف، يعني كلام صاحب الروضة انتهى النقل عنه بالمعنى، يعني قال والأظهر، هذا كلام المصنف الآن، والأظهر أنه حجة لا إجماع، هذا مذهب آخر في المسألة،
وما اختاره المصنف مسبوق أيضا به، يعني بجماعة من العلماء اختاروا أن قول الأكثرين مع مخالفة الواحد أو الاثنين يكون قول الأكثرين حجة ولا يكون إجماعا، اختاره المصنف واختاره من قبله ابن اللحام واختاره ابن الحاجب واختاره ابن بدران، وجماعة من العلماء ذهبوا إلى هذا القول. قال: والتابعي المجتهد معتبر. نعم. والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة اختاره الأكثر، وعنه لا اختاره الخلال والحلواني وغيرهما، فإن نشأ التابعي بعد إجماعهم فهو مبني على انقراض العصر، وتابعي هو الصواب، وتابع التابعي كما في الهامش، انظروا في الهامش قال في نسخة فاء وتابع، وهو الصواب والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وتابع التابعي مع التابعي كالتابعي مع الصحابة ذكره القاضي وغيره، وإجماع أهل المدينة ليس بحجة عندنا خلافا لمالك. أحسنت. يقول: والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة اختاره الأكثر. نعم، هو قول أكثر العلماء، أكثر العلماء ذهبوا إلى أن التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة رضي الله عنهم فإنه يصير واحداً من المجتهدين الصحابة، يعني واحد من مجتهدي العصر، يعني بمعنى أنه يعتد بإجماعه وبخلافه، ويعتبر في الوفاق ويعتبر في نقض الإجماع، لأنه واحد من العلماء. لا تجتمع أمتي، يعني لا يجتمع علماء أمتي على ضلالة، وهو واحد من علماء الأمة، فيجب اعتبار قوله، فالنصوص لم تفصل هذه الحالة عن الحالة الأخرى. قال: وعنه، أي عن أحمد رحمه الله، لا، يعني لا يعتد بالتابعي المجتهد في زمن الصحابة، حتى لو بلغ رتبة الاجتهاد يبقى كالعامي مع العلماء فلا يعتد به، لقول عائشة رضي الله عنها لما رأت أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله ورضي الله عن أبيه لما خالف ابن عباس في مسألة عدة المتوفى عنها، ماذا قالت له؟ ما أراك إلا كالفروج، رأى الديكة تصيح فصاح معها تنكر عليه، يعني هكذا قال أصحاب المذهب الثاني، يعني هكذا استدل أصحاب المذهب الثاني. اختاره الخلال والحلواني وغيرهما. نعم، وغيرهما كأبي يعلى في بعض كتبه، وعلى هذا يكون لأبي يعلى قولان في المسألة، هذا القول الثاني والقول الأول المشهور عنه مع المذهب الأول الذي هو قول الأكثرين. الصحيح هو المذهب الأول لعموم الأدلة، ويحمل إنكار عائشة رضي الله عنها على حال خاصة رأت فيها الدليل ضعف دليل المخالف، يعني أن دليلك لا يقوم مع أدلة أولئك القوم الذين لهم أدلة قوية فلا تعارضهم. نعم. قال: فإن نشأ التابعي بعد إجماعهم فهو مبني على انقراض العصر، يعني هذه حالة ثانية، وهو أن يبلغ التابعي رتبة الاجتهاد لكن بعد أن حصل إجماع من الصحابة، إلا أنه أدركهم لا زالوا أحياء، حصل الإجماع من الصحابة ولا زالوا أحياء، ثم نشأ تابعي مجتهد نشأ بعد حصول الإجماع من الصحابة، قال فهو مبني على انقراض العصر، يعني إن قلنا إن انقراض العصر شرط في الاحتجاج بالإجماع فإنه يعتبر به لأن العصر لم ينقرض بعد، وإن قلنا إن انقراض العصر ليس شرطا في الإجماع وإنما يحصل الإجماع بمجرد الاتفاق فإنه حينئذ لا يعتد بهذا التابعي. لماذا؟ لأن الإجماع قد
قد انعقد وصار حجة بمجرد الاتفاق، وهو إنما نشأ بعد الإجماع. ثم قال: وتابع التابعي مع التابعي كالتابعي مع الصحابي. تابع التابعي مع التابعي كالتابعي مع الصحابي، ذكره القاضي أبو يعلى وذكره غيره، يعني أن تابع التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصر التابعين فإنه يصير مثلهم، يعتد بإجماعه بوفاقه ويعتد بخلافه، بل هذا من باب أولى، فإنك إذا اعتبرت التابعي مع الصحابة وهم أفضل القرون وأعلم الناس، فأنت أن تعتبر التابع التابع مع التابعين من باب أولى ولا شك. ثم قال: وإجماع أهل المدينة ليس بحجة عندنا خلافا لمالك. نعم، هذه مسألة إجماع أهل المدينة، والخلاف فيها مع المالكية رحمهم الله. فمذهب الحنابلة كالشافعية والحنفية أنه لا عبرة بإجماع أهل المدينة دون غيرهم، لأن أهل المدينة هم بعض المجتهدين وليس كل المجتهدين، والأدلة إنما دلت على حجية إجماع كل المجتهدين لا بعضهم. ولهذا أنكر الإمام مالك خيار المجلس، مع أنه هو بنفسه روى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فتركه لمخالفته إجماع أهل المدينة، ولم يورث ذوي الأرحام. لماذا؟ لأن أهل المدينة لم يكونوا يعطوا ذوي الأرحام شيئا من تركة الميت. طبعا أدلة المالكية واضحة، هي الأدلة الدالة على فضل المدينة وأنها تنفي خبثها، فلمزيد فضلها على سائر البلاد احتج الإمام مالك بقول أهل المدينة، لا سيما وأنها بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ومعدن العلم، فيبعد أن الحق يخرج عنه، هكذا استدل المالكية. نعم. وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع، اختاره الأكثر، وقيل بلى اختاره ابن البنا وأبو حازم الحنفي، وعن أحمد مثله، وعنه أيضا هو حجة لا إجماع، فعلى هذا يجوز لغيرهم من الصحابة خلافه، وقيل لا يجوز، ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم، اختاره الأكثر، وقيل بلى اختاره القاضي في المعتمد، وهو قول الشيعة. نعم، أحسنت. يقول: وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع. قول الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، مع وجود من خالفهم من الصحابة، لا يكون إجماعا. أما مع الموافقة فإنه يكون إجماعا، لأن أحيانا الخلفاء الأربع يقضون بشيء ويوافقهم غيرهم، كما قضى في العبد القاذف أنه يجلد 40 وما خلفهم غيره، مع أنه كان قضاء الأربعة كلهم الخلفاء قضى بذلك، لكن الإشكال عند ماذا؟ عند المخالفة، إذا قضى الخلفاء الراشدون بشيء وخالفهم غيرهم، كالقضاء باليمين مع الشاهد، حكي عن الخلفاء الراشدين الأربعة مع مخالفة غيرهم، فلا يكون حينئذ إجماعا، لأن قول الأربعة هو قول بعض المجتهدين، والإجماع إنما هو اتفاق جميع المجتهدين. قال: اختاره الأكثر. نعم، هو قول أكثر العلماء. ثم قال: وقيل بلى، وهي رواية عن الإمام أحمد، رواية مرجوحة، اختاره ابن البنا من الحنابلة، واختاره أيضا أبو حازم الحنفي، بل هو أبو خازم، يعني المعروف أنه أبو خازم بالخاء المعجمة،
متوفى سنة 292 هجرية. قال: وعن أحمد مثله. نعم، يعني قول ابن البنا وأبي خازم عن أحمد رواية توافق هذا القول. قال: وعنه من هو أحمد، فتكون رواية ثالثة. نعم، وعنه أيضا هو حجة لا إجماع، فيكون في المسألة ثلاثة أقوال فيما حكاه المصنف. الأول أن قول الأربعة مع مخالفة غيرهم ليس بإجماع ولا حجة، تسقط الحجية حتى. والقول الثاني أنه يكون إجماعا، والثالث أنه يكون حجة لا إجماع. عليكم السلام. أنه يكون حجة لا إجماعا. قال: فعل هذا، هذه فاء التفريع، يعني ينتج من هذا. قال: فعلى هذا، أي على القول بأنه حجة وليس إجماعاً، يجوز لغيرهم من الصحابة خلافه، وقيل لا يجوز. يعني إذا قلنا إنه حجة فقط وليس بإجماع، ما الفرق بين أن يكون حجة وإجماع؟ إذا قلنا حجة فهو حجة من الحجج، فيجوز للمخالف أن يخالف. المجتهد قد تكون له حجة غير هذه الحجة، هو لا يراها حجة أصلاً. لكن إذا قلنا إنه إجماع فحينئذ لا يجوز لهم الخلاف. قال: ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم. ويقصدون بأهل البيت هنا في هذه المسألة، يقصدون بهم أربعة، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. اختاره الأكثر، اختاره الأكثر، يعني اختار هذا القول، وهو أن اتفاق آل البيت رضي الله عنهم لا يكون إجماعاً ولا حجة، يعني ليس هو إجماع، هذا واضح، لأنهم بعض المجتهدين وليس كل المجتهدين، ولا حجة لأنه ما دل الدليل على أن قول الأربعة حجة. قال: وقيل بلى، هذا القول الثاني، يعني وقيل بلى يكون إجماعاً. ثم قال: اختاره القاضي في المعتمد، وهو قول الشيعة. اختاره القاضي أبو يعلى في المعتمد، المعتمد كتاب في أصول الدين، لكن الحنابلة لحرصهم على معرفة آراء شيخ المذهب القاضي أبي يعلى رحمه الله يلتمسون أقواله حتى من غير الكتب الأصولية. أما رأيه المشهور، رأي القاضي المشهور في المسألة، فهو كقول الأكثرين أنه لا يكون إجماعاً ولا حجة. ثم قال: نعم. ولا يشترط عدد التواتر له، أي للإجماع، اختاره الأكثر خلافاً لإمام الحرمين، فلو لم يبق إلا واحد ففي كونه حجة إجماعية قولان. والأصح نعم، وإذا أفتى واحد وعرفوا به وغير فتواه قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع عند إمامنا وأكثر أصحابه خلافا للشافعي. وقيل حجة لا إجماع، واختاره ابن أبي هريرة من الشافعية وذكره في مذهب الشافعي. وقيل هما بشرط انقراض العصر، اختاره بعضهم. وقيل حجة في الفتيا للحكم، قاله أبو إسحاق المروزي. وقيل عكسه، أي حجة في الحكم للفتيا، وإن لم يكن القول في التكليف فلا إجماع، قاله أبو الخطاب في التمهيد والشيخ في الروضة ولم يفرق آخرون. وإن لم ينتشر القول فليس بحجة، اختاره الأكثر. والصحيح عند أكثر أصحابنا على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي أو مجتهد من المجتهدين في ذلك. أحسنت. يقول: ولا يشترط عدد التواتر له، أي للإجماع،
لا يشترط. تفضل تفضل تفضل. يقول: ولا يشترط عدد التواتر له، أي للإجماع، اختاره الأكثر. نعم، هو قول أكثر العلماء، هو قول عامة العلماء. لا يشترط في الإجماع أن يبلغ المجمعون المجتهدون عدد التواتر، فلو لم يكن إلا اثنان مثلا أو ثلاثة في عصر هم المجتهدون فقط لكان قولهم جميعا إجماعا. قال: اختاره الأكثر. نعم، والأدلة كما قلنا أدلة حجية الإجماع لم تفصل، لم تشترط هذا الشرط، فوجب العمل بعمومها. قال: خلافا لإمام الحرمين. نعم، إمام الحرمين خالف المسألة، ومعه جماعة: تاج الدين السبكي وأبو بكر الباقلاني وكثير من المتكلمين قالوا بهذا القول، إنه يشترط أن يبلغ عدد التواتر. ثم قال: فلو لم يبق إلا واحد. طبعا هم أخذوه لماذا من عدد التواتر؟ لأنهم استبعدوا أن يكون المجتهدون في عصر من العصور عددا يعني قليلا جدا دون عدد التواتر من حيث الاستبعاد، وكل عصر من عصور الأمة إلى هذا العصر عدد العلماء فيه بلغوا عددا عظيما فوق عدد التواتر. قال: فلو لم يبق إلا واحد، هذا فقط افتراض، وربما يقع في آخر الزمان، ربما حين يقل عدد المسلمين في فتنة الدجال ويرتد أكثر الناس عن الإسلام والعياذ بالله، فلو لم يبق إلا واحد ففي كونه حجة إجماعية قولا. يعني لو كان في عصر من العصور ما بقي من المجتهدين إلا شخص واحد، فهل يكون قوله وحده إجماعا؟ قال: الأصح نعم. الأصح في المذهب وهو قول أكثر العلماء أنه يكون إجماعا. لماذا؟ قالوا: لأن الإجماع هو قول الأمة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني علماء الأمة، وهذا الواحد يصدق عليه أنه أمة، الواحد يسمى أمة، إن إبراهيم كان أمة، فحينئذ يدخل في النصوص. والمسألة فيها خلاف، بعض الشافعية قالوا يكون قوله حجة ولا يكون إجماعا. ثم قال: وإذا أفتى واحد، هذا شروع في مسألة طول فيها الأصوليون كثيرا لأهميتها، وهي مسألة الإجماع السكوتي. فقال: وإذا أفتى واحد، يعني من المجتهدين، وعرفوا به، أي بقوله، عرفوا بهذا القول بهذا الحكم والفتوى، وما غير فتواه. ويبدو والله أعلم أن في العبارة التي في هذا الكتاب المطبوع أن فيها تحريفا أو سقطا، أن فيها سقطا، لأن الكلام لا يستقيم إلا بماء النافية، هنا مكتوب وغير فتواه، بينما الصواب نقول وما غير فتواه، لأنه لو غير أن انتهت المسألة، خلاص فقدت المسألة شرطها. قال: وما غير فتواه. طبعا نحن نقدر الماء النافية تقديرا، لأن المخطوطات الكتاب ليست بأيدينا حتى نجزم بالعبارة الصحيحة، فنقولها ظنا: وما غير فتواه قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع. في سياق جملة الشرط أتى بشروط حجية الإجماع السكوتي. الشرط الأول أن يعرفوا بقوله، يعني أن يعرف بقية العلماء بقول هذا المجتهد. قال: وعرفوا به، إذا أفتى واحد وعرفوا به. أما لو كان قوله ما عرف به أحد، كأن يكون محبوسا مثلا أو في بلاد نائية بعيدة منقطع عن بقية الناس، فلا، لا يكون إجماعا سكوتيا حينئذ. قال: وما غير فتواه، فإنه لو غير سقط قوله القديم،
وحينئذ فلن يكون السكوت على قوله القديم إجماعا، لأنه هو بنفسه رجع عنه فصارت المسألة خلافية. قال: قبل استقرار المذاهب، هذا الشرط الثالث لحجية الإجماع السكوتي، وهو أن يكون قوله وسكوت البقية قبل استقرار المذاهب. استقرار المذاهب بمعنى أنه يمر على الأقوال المختلفة زمان ولا زال المختلفون مصممين على أقوالهم، لم يرجعوا عنها، كل واحد تبنى قوله ما يرجع عنه، والآن استقرت الأقوال واستقرت المذاهب. وليس المراد بالمذاهب المذاهب الأربعة، لا، عموم المذاهب، مذاهب المجتهدين في أي عصر. وطبعاً أرادوا بهذا الشرط الاحتراز عما إذا كان قول المجتهد بعد استقرار المذاهب، قالوا لأنه حينئذ ربما يقوله تقليداً لإمام له، لأن المذاهب صارت مستقرة، ولهذا لما استقرت المذاهب الأربعة وجد من يقلدها إلى اليوم، فحينئذ لا يقوله اجتهاداً. وبعضهم استثنى من هذا الشرط الأخير ما إذا كانت المسألة حادثة حتى بعد استقرار المذاهب. كيف حادثة؟ يعني أن هذه المسألة أصلاً جديدة، ليس للعلماء الأئمة الذين استقرت مذاهبهم ليس لهم قول فيها أصلاً، إنما هي مسألة جديدة، فنحن نعلم حينئذ يقيناً أن القول فيها سوف يكون عن اجتهاد ونظر. قال: وسكتوا عن مخالفته فإجماع. وهذا هو حقيقة الإجماع السكوتي، أن يقول واحد أو بعض من المجتهدين ويسكت البقية، هذا حقيقة الإجماع السكوتي. مثل قضاء عمر رضي الله عنه بقتل الجماعة بالواحد، سبعة قتلهم جميعا بقتلهم واحدا، وسكت البقية فيصير إجماعا. وبعضهم يمثل له بقضاء بعض الصحابة بأن دية المجوسي تكون 800 درهم، قضى به بعض الصحابة وسكت البقية. نعم، قضى به عمر رضي الله عنه وسكت البقية، هكذا يمثل بعضهم، وبعضهم ينازع في بعض هذه الأمثلة. قال: فإجماع عند إمامنا وأكثر أصحابه خلافاً للشافعي. المذهب الأول هو مذهب الجمهور وليس مذهب الحنابلة فقط، هو مذهب أكثر العلماء أن الإجماع السكوتي حجة، وخير شاهد على هذا الكتب الفقهية، فإن كتب الفقه والخلاف مشحونة بالمسائل التي ادعي فيها الإجماع. قال: خلافاً للشافعي، هو أحد القولين عن الشافعي، وهو أيضاً يعني هذا قول مشهور عن الشافعي أن الإجماع السكوتي ليس بحجة، وهو أيضاً مذهب داود الظاهري، وهو مذهب ابنه أبي بكر ابن داود الظاهري، وهو أيضاً مذهب الباقلاني والرازي والغزالي وجماعة خصوصاً من الشافعية، أن الإجماع السكوتي ليس بإجماع ولا حجة، ليس بإجماع ولا حجة. يعني قوله خلافاً للشافعي هو المذهب الثاني. المذهب الأول عرفناه حين قال: فإجماع عند إمامنا، وقلنا إنه قول الأكثرية أن الإجماع السكوتي إجماع وحجة. خلافاً للشافعي يعني ليس بإجماع ولا حجة، وقلنا وافقه عليه جماعة من العلماء، مع أن للشافعي رواية أخرى قواها الإمام النووي وقال أنها هي الصحيحة عن الشافعي، وهو أن الإجماع السكوتي حجة وإجماع، صححه الإمام النووي رحمه الله. المسألة يعني فيها خلاف قوي. قال: وقيل، هذا شروع في المذهب الثالث، وقيل حجة لا إجماع. نعم، هذا قول بعض الشافعية كأبي بكر الصيرفي وسيف الدين الآمدي، وقول بعض المالكية كابن الحاجب أنه يكون حجة ولا يكون إجماعا. قال: واختاره ابن أبي هريرة من الشافعية، أبو علي بن أبي هريرة شارح المزني اختار هذا القول أنه يكون حجة ولا يكون إجماعا. ثم ماذا قال؟ قال: وذكره، يعني ابن أبي هريرة،
وذكره، أي ذكر هذا القول في مذهب الشافعي، فيصير كم عن الشافعي قول؟ ثلاثة أقوال: أنه إجماع وحجة، أنه لا إجماع ولا حجة، أنه حجة وليس بإجماع. نعم. ثم قال: وقيل هما بشرط انقراض العصر، هذا مذهب الرابع في المسألة. وقيل، وهي رواية عن الإمام أحمد، هما الضمير يرجع للإجماع والحجية، يعني أن أنه إجماع وأنه حجة بشرط انقراض العصر، يعني إن انقرض العصر ولا زالوا على السكوت وعدم الإنكار على ذلك المجتهد الذي نطق بالحكم صار إجماعا وحجة، وإلا فلا. اختاره بعضهم، نعم هو قول بعض الشافعية وبعض المتكلمين. وقيل حجة، هذا المذهب الخامس. وقيل حجة في الفتيا للحكم، هذا المذهب الخامس في المسألة التفصيل، وهو أن الإجماع السكوتي يكون حجة في الفتوى ولا يكون حجة في الحكم. لماذا؟ لأن العادة أنه في الفتوى كان من زمن الصحابة إذا أفتى شخص والآخرون يعني مخالفون ينكرون عليه، لكن في القضاء والحكم سواء كان قاضيا أو كان حاكما أي واليا العادة أنهم ما ينكرون، يسكتون. ولهذا ما أنكر ابن عباس على عمر وقال هبته وكان رجلا مهيبا، فهذه يعني كانت عادتهم، ولأن الحاكم قد يكون يتبع مذهبا والمجتهد له مذهب آخر والمذاهب ما ينكر بعضهم على بعض. قال: وقيل، نعم، وقيل حجة في الفتيا للحكم، هذا المذهب الخامس. قاله أبو إسحاق المروزي من الشافعية المتوفى سنة 340 هجرية. قال: وقيل عكسه، هذا المذهب السادس المسألة، عكسه يعني أن الإجماع السكوتي حجة في الحكم وليس حجة في الفتوى. لماذا؟ قالوا: لأن الغالب أنه لا يحكم الحاكم أو القاضي إلا بعد المشاورة فيسمع رأي المخالف، بعكس الفتوى. الفتوى هل يستشير كل مفتي يستشير؟ لا، هو ينظر بنفسه في الأدلة ويجتهد ويستنبط، أما الحاكم لا، يشاور. ثم قال: وإن لم يكن القول في التكليف فلا إجماع. هذا أيضا شرط، كمر معنا ثلاثة شروط الإجماع السكوتي، هذا الرابع، يعني أن الشرط الرابع الذي مر معنا كم شرط؟ أن يعلم المجتهدون بقوله حتى يصدق أنهم مقرون له. والأمر الثاني وأن لا يغير فتواه، أحسنت. والثالث أن يكون قبل استقرار المذاهب، وهذا الرابع أن يكون في حكم تكليفي تشريع. لماذا؟ لأن المسألة إذا ما كانت في حكم تكليفي لا تنشط النفوس إلى الإنكار، يعني مسائل سهلة من أمور الدنيا أو من مثل مسائل لتفاضل بعض الصحابة، كون فلان أفضل من فلان، هذه المسائل قد يسمع المجتهد غير رأيه ويسكت، لأن الأمر هين، يعني سكوته لا يترتب عليه شيء، بخلاف الأحكام التكليفية فإن السكوت على الخطأ ما يسوق في أحكام الله سبحانه وتعالى. إذن في غير الأمور التكليفية كتدبير الأمور الرعية وشؤون الحرب وعلاقات الدول ونحو ذلك من أمور الدنيا، اتخاذ الدواوين ونحو ذلك مما فعله الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم، هذا يعني إذا وقع فيه القول مع سكوت الباقين لا يكون السكوت كاشفا عن رأيهم، وحينئذ لا يكون حجة. قاله أبو الخطاب في التمهيد في أصول الفقه، والشيخ في الروضة موفق الدين في روضة الناظر، ولم يفرق آخرون، يعني آخرون ذهبوا إلى أن الإجماع السكوتي حجة مطلقا سواء في الأمور الأحكام الشرعية التكليفية أو غيرها من الأمور، في كل أمر الإجماع السكوتي يكون حجة لأن النصوص لم تفرق، لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني على خطأ، والسكوت على تلك الأمور
إذا كان خطأ فهو سكوت على خطأ، ويبدو أن الثاني هذا أقرب، الثاني هذا أقرب لعموم الأدلة. قال: وإن لم ينتشر القول فليس بحجة. يعني هذا أيضا شرط، ماذا يكون الخامس؟ الخامس، هذا الشرط الخامس. وقد يكون هو نفسه قوله وعرفوا به، يعني احتمال أنه شرط خامس، واحتمال أنه يعود إلى أول شرط ذكرناه وهو قوله وعرفوا به، والمعرفة لا تكون إلا بعد الانتشار. قال: فليس بحجة. هذا صحيح، لكن ينبغي أن يستثنى من ذلك الصحابة رضي الله عنهم، فإن قول الواحد منهم يكون حجة حتى ولو لم ينتشر. بل هذا هو الفرق بين الإجماع السكوتي في عصر الصحابة وبين قول الصحابي، وهما دليلان مختلفان. فالإجماع السكوتي لا يكون إلا بعد انتشار القول، كأن يكون القائل يعني من الولاة أو من الخلفاء أو ممن طلبته يعني طبقوا الأرض كابن مسعود بن عباس، فقول الواحد منهم ينتشر في الآفاق بعكس غيرهم. يعني هذا شرط الإجماع السكوتي. أما متى يكون قول صحابي؟ إذا لم ينتشر. فلولا هذا التفريق لصار كل قول صحابي الذي هو دليل من الأدلة الشرعية المختلف فيها يصير ماذا؟ إجماعاً سكوتياً، فيصير الدليلان دليلاً واحداً. فلا بد من هذا التفريق، ولا بد من هذا الاستثناء في قوله فليس بحجة. الكلام صحيح فليس بحجة، لكن بعد عصر الصحابة، في عصر التابعين فمن بعده، لا يكون قول الواحد من المجتهدين إذا لم ينتشر لا يكون قوله حجة. ثم قال: والصحيح عند أكثر أصحابنا على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي أو مجتهد من المجتهدين في ذلك. قوله في ذلك يعني في الإجماع السكوتي، وليس يقصد آخر مسألة، بمعنى أن الإجماع السكوتي يحصل في عصر الصحابة رضي الله عنهم، وفي عصر التابعين، وفي عصر أتباعهم ومن بعدهم، وهذا صحيح لإطلاق أدلة حجية الإجماع، فإنها لم تفرق. نعم، تفضل يا شيخ. نعم، لا أحسنت، هو لعله يأتي. الإجماع السكوتي هو حجة ظنية، يعني إن قلنا إجماع وحجة فهو حجة ظنية وليست قطعية، لأن الاحتمال يرد فيه، الاحتمال وارد فيه، والاحتمال ينزل الشيء من رتبة القطعية إلى رتبة الظنية. جزاك الله خير. ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر، أومأ إليه أحمد وقاله الأكثر، وقيل بلى اختاره أكثر أصحابنا، وهو ظاهر كلام أحمد. فعلى هذا لبعضهم الرجوع لدليل، ولا يجوز على الأول. ولا إجماع إلا عن مستند عند الأكثر قياس أو غيره، وتحرم مخالفته، أي مخالفة الإجماع، لأنه لا إجماع إلا عن مستند. أحسنت. يقول: ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر، لا يعتبر لانعقاد الإجماع والاحتجاج به انقراض عصر المجمعين. وانقراض عصر المجمعين المراد موت جميع الذين اتفقوا على المسألة. قال: أومأ إليه أحمد وقاله الأكثر. نعم، هو قول أكثر العلماء. ثم قال: وقيل شروع في المذهب الثاني في المسألة، وهو قول بعض الشافعية كابن فورك وسليم الرازي وبعض المعتزلة. وقيل بلى، يعني بلى يشترط للإجماع انقراض عصر المجمعين،
اختاره أكثر أصحابنا، وهو ظاهر كلام أحمد. نعم هذا صحيح، يعني هذا مذهب الحنابلة أنه يشترط للإجماع انقراض العصر. قال فعل هذا، فالنتيجة فعل هذا لبعضهم الرجوع لدليل ولا يجوز على الأول، هذا ثمرة الخلاف. يعني فإن بني على هذا الخلاف في اشتراط انقراض العصر، عصر المجمعين أو عدم اشتراطه، ينبني عليه أننا إذا قلنا إن انقراض العصر شرط فإنه يجوز لهؤلاء، لبعض هؤلاء الذين اتفقوا، بل لجميعهم يجوز لهم أن يرجعوا عن هذا القول الذي اتفقوا عليه، لأن الإجماع لم ينعقد بعد فلا يكون عليهم حجة، تبقى المسألة خلافية. وإن قلنا إنه ليس بشرط فبمجرد اتفاقهم انحسمت المسألة، وليس لهم ولا لغيرهم المخالفة في الحكم المتفق عليه. ثم قال ولا إجماع إلا عن مستند، هذا صحيح، لا يمكن أن ينعقد الإجماع إلا عن دليل شرعي، فلا يمكن أن يكون إلهاما أو رؤى أو غير ذلك، لا يمكن، لا بد أن يكون دليلا، خلافا لبعض المتكلمين. والحقيقة أن المسألة إجماعية، لأن هذا القول قول لا يعتد به من قال إنه يجوز الإجماع عن غير مستند. قال قياس أو غيره، يعني أي دليل شرعي معتبر، أي دليل شرعي سواء كان قياسا أو سواء كان نصا أو كان مصلحة أو عرفا أو غير ذلك من الأدلة الشرعية. ثم قال وتحرم مخالفته، أي مخالفة الإجماع، لأنه لا إجماع إلا عن مستند، فالمخالف الحقيقة هو مخالف للدليل، مخالف الإجماع مخالف للدليل، ودليل الشرع لا تجوز مخالفته، إذن لا يجوز مخالفة المجمعين. ثم قال وإذا أجمع على قولين، هذا قرأناه أو بعد قرأنا هذا؟ طيب فضل. وإذا أجمع على قولين ففي جواز إحداث قول ثالث خلاف، عدم الجواز قول أحمد وأصحابه وعامة العلماء، ويجوز إحداث دليل آخر وعلة وتأويل على الأصح اختاره الأكثر والثاني لا يجوز لأنه في معنى القول. أحسنت. يقول وإذا أجمع على قولين، إذا وقع خلاف في عصر من العصور على قولين ففي جواز إحداث قول ثالث خلاف، عدم الجواز قول أحمد وأصحابه وعامة العلماء، وسكت عن الأقوال الأخرى. إذن هذه المسألة ما إذا اختلف أهل العصر على قولين أو حتى ثلاثة أو أربعة، فهل يجوز للعصر الذي يليه، العصور التي بعدهم سواء الذي يليها أو الذي بعد بعده، هل يجوز أن يحدثوا قولا جديدا ما قاله السابقون المختلفون فيه أقوال عدة أشهرها ثلاثة؟ فذكر المصنف قولا واحدا وهو أنه لا يجوز مطلقا، وهو قول أحمد رحمه الله وقول أصحابه وأكثر العلماء، والقول الثاني جوازه مطلقا وهو قول الظاهرية وبعض الحنفية، والقول الثالث هو التفصيل. فإن كان القول الجديد المحدث القول الثالث إن كان يرفع قدرا متفقا عليه بين المختلفين لم يجوز، وإلا جاز، لأنه ما من خلاف إلا وهو يتضمن قدرا متفقا عليه، هناك محل للنزاع وهناك صور خارج عن محل النزاع. فمثال الذي يرفع خلافا الذي يرفع قدرا مجمعا عليه الجد مع الإخوة، اختلفوا على قولين، فبعضهم قال الإخوة يشاركون الجد في الميراث، وبعضهم قال لا الجد مثل الأب فيحجب الإخوة حجب حرمان، فلا يجوز أن يأتي أهل عصر ثان فيحدثوا قولا ثالثا أن الإخوة يحجبون الجد، لأن هذا ما يصححه أحد من أصحاب المذهبين السابقين. ومثال ما لا يرفع
الخلاف السابق رضاع الكبير قيل يحرم مطلقا، وقال بعضهم لا يحرم مطلقا، فإحداث قول ثالث وهو أنه يحرم في من احتيج إلى دخوله على المرأة ولا يحرم لغيرها لكان قولا وجيها، لأنه لا يرفع شيئا مختلفا فيه. ومثله كذلك متروك التسمية، قد يعني يمثل بمثال آخر وهو الذبيحة التي ترك الذابح التسمية عليها، ذكر اسم الله عليها، فقيل لا تحل وقيل تحل، فإذا جاء قول ثالث وقال إن تركها نسياناً حلت وإن تركها عمداً لم تحل، لم يرفع قدراً متفقاً عليه فيصح قوله. وهذا المذهب الثالث اختاره جماعة كثيرة من المحققين كتاج الدين السبكي والفخر الرازي وابن الحاجب والقرافي والآمدي والطوفي، جماعة كثيرة من المحققين. ثم قال ويجوز إحداث دليل آخر، يعني يجوز لأهل العصر الثاني أن يحدثوا دليلاً لم يستند عليه أهل المجمعين في العصر الأول. قال وعلة، يجوز أن يحدثوا علة ما علل بها أهل العصر الأول. وتأويل، أي أن يحدثوا للآية أو الحديث تأويلاً وتفسيراً لم يذكره أهل العصر الأول. قال على الأصح اختاره الأكثر، نعم هو قول الأكثرين لكنه مشروط عندهم، بما إذا لم ينصوا على بطلانه أو لم يكون التأويل الثاني مثلا يعارض التأويل الأول. ثم قال والثاني لا يجوز، يعني القول الثاني في المسألة أنه لا يجوز إحداث تأويل ولا علة ولا دليل جديد لم يستند إليه المجمعون. ما دليلهم؟ قال لأنه في معنى القول، يعني لأن الدليل والعلة والتأويل كلها في معنى القول، أي الحكم الذي يصدره المجتهد، ولهذا تصنف العلة من الأحكام الشرعية الوضعية، فهو في معنى القول الذي يتبناه المجتهد. وإذا كان في معنى القول لم يجز إحداثه لأنه يكون مخالفة لأهل الإجماع. نعم. واتفاق مجتهدي العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن استقر خلافهم ليس إجماعا، اختاره الأكثر وقيل بلى. واتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار، فمن شرط انقراض العصر وهم الأكثر عده إجماعا. وعلى قول من لم يشترطه فقيل حجة، اختاره الأكثر وذكره القاضي محل وفاق، وقيل ممتنع اختاره بعضهم. أحسنت. يقول واتفاق مجتهدي العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن استقر خلافهم ليس إجماعا. إذا اختلف أهل العصر الأول كعصر الصحابة رضي الله عنهم مثلا على قولين، ثم جاء العصر الذي بعدهم فاتفقوا على أحد القولين وتركوا القول الآخر، فهل يكون إجماعا؟ فقال إذا كان بعد استقرار الخلاف فإنه لا يكون إجماعا. لماذا؟ قالوا لأن استقرار الخلاف تجويز للأخذ بكل قول، استقرار الخلاف تجويز من هؤلاء المختلفين للناس أن يعملوا بكل قول، فإذا أنت أتيت وأخذت بأحد القولين معناه أنك حسمت المسألة ومنعت الأخذ بالقول الثاني، وهذا خلاف الإجماع، ولا يكون لا يمكن أن يكون إجماع يناقض إجماعا. أما إذا لم يستقر الخلاف فإنه يجوز قطعا، إذا لم يستقر الخلاف بين المختلفين جاز الاتفاق على أحد القولين بلا شك. قال اختاره الأكثر وقيل بلى، يعني القول الثاني وهو قول أكثر الحنفية وبعض المعتزلة وهو قول ابن حزم الظاهري أيضا وبعض المالكية وبعض الشافعية، قالوا يجوز. لماذا يجوز؟
قالوا لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لم تفصل، فهي دلت على أن مجرد اتفاق علماء الأمة في عصر يدل على أنه حجة، يقتضي أنه حجة، وحينئذ يصدق بهذه الصورة وبغير هذه الصورة. نعم. قال: واتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار، فمن شرط انقراض العصر وهم الأكثر عده إجماعاً، وعلى قول من لم يشترطه فقيل حجة وقيل ممتنع. الآن المسألة الثانية ما هي؟ اتفاق مجتهدي العصر على أحد قوليهم هم، ليس الآن العصر الاتفاق حصل في العصر الثاني بعد خلاف العصر الأول، ولا إنما لازلنا في هذا العصر الذي وقع فيه النزاع، ثم عادوا هم نفس هؤلاء المتنازعون عادوا واتفقوا على أحد القولين، فهل يكون إجماعاً أو لا؟ فماذا قال؟ قال: ينبني على اشتراط انقراض العصر، فمن اشترط للإجماع أن ينقرض عصر المجمعين وهم أكثر العلماء عده ماذا؟ إجماعاً. لماذا عده؟ لأن الإجماع لم ينعقد بعد، إذ من شرطه انقراض العصر وهم ما انقرضوا، لا زالوا أحياء. طيب، وعلى قول من يشترط انقراض العصر فماذا قالوا؟ قالوا حينئذ يكون حجة، يكون حجة، وعبارة غير المصنف يكون إجماعا وحجة، يكون إجماعا وحجة، وهو الصواب، لأن قوله وهو حجة مع أنه مر في مسائل سابقة قوله إجماع وحجة والتفريق بينهما قد يوهم أنه ليس بإجماع، بينما القول الثاني هذا يقول إنه إجماع وحجة اختاره الأكثر لعموم الأدلة، وذكره القاضي أبو يعلى محل وفاق، جعله محل إجماع لكثرة القائلين به. قال: وقيل، وهو قول بعض الشافعية وبعض المالكية، ممتنع. ممتنع يعني لا يمكن حصوله، يعني هؤلاء استبعدوا حصوله فلهذا منعوه، يعني هو مستحيل في العادة. لماذا؟ قالوا لأن حصول المدة، وقوع المدة التي تكفي، يعني مضي المدة واستقرار الخلاف، يمنع في العادة أنهم يرجعون إلى نفس هذا الخلاف ويقولون بأحد الأقوال ويهملون القول الثاني، يعني يمتنع في العادة أنهم يختلفون على قولي ثم تمضي مدة للنظر والتروي وتأمل المسألة ثم يصممون على أقواله ويصير لكل قول أتباع فصارت أقوالاً ثابتة متبناه، ثم بعد هذا التصميم يرجعون هم بأنفسهم ويتفقون على أحد القولين. قالوا هذا بعيد، يعني ما يمكن هذا، ومن ثم عبر بقوله ممتنع، يعني لا يمكن حصوله. نعم، تفضل يا شيخ. نعم، انتهى الوقت. وقالوا بعد ذلك الأكثر، أي دعوة الكثرة، طبعا هذه تحصل كثيرا، تحصل كثير في مسائل الأصول أن كل قول يدعي أنه قول الأكثرين، يعني كل صاحب مذهب يدعي أن أكثر العلماء وافقوه على هذا، هذا كثير كثير في كتب الأصول. نعم، جزاك الله خير. قال رحمه الله: واختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه، فقيل يجوز، وهو ظاهر كلام أصحابنا، لأن عدم العلم ليس من فعلهم، وقيل لا. وارتداد الأمة جائز عقلاً لا سمعاً في الأصح، لعصمتها من الخطأ، والردة أعظمه. أصلح الخطأ بدل والرد يصير والردة، والردة هي يعني أعظمه. أحسن، جزاك الله خير. قال: واختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر، أي بحديث أو دليل راجح إذا عمل على وفقه،
فقيل يجوز. الآن المسألة ما هي قبل أن نشرع في ذكر الأقوال؟ أن الأمة تتفق على الجهل بحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقر الناس عليه، أو دليل في المسألة يكون هذا الدليل راجحاً قد عمل به بعض العلماء فهو معروف، لأنه إذا عمل على خلافه فيمكن أن يجهلوه، لأن المعمول على خلافه متروك الظاهر متروك العمل، فحينئذ يتصور أنه هجر ولا يعرفه أهل العصر الثاني. لكن الكلام في حديث معمول به أو دليل راجح في المسألة عمل به بعض العلماء، فهل يجوز أن يجتمعوا على الجهل به؟ فيه خلاف. فقيل يجوز هذا القول الأول، وهو ظاهر كلام أصحابنا والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله، نعم هو قول الحنابلة. دليلهم قال: لأن عدم العلم ليس من فعلهم. يقول عدم علمهم بهذا الحديث، العدم ليس علما، يعني ليس فعلا، ليس فعلا لهم وتصرفا، وإنما هو عدم محض، فلا يصدق عليه أنه فعل اجتمعوا عليه حتى يقال لا تجتمع أمتي على ضلالة، إنما هو عدم محض استمروا عليه، وحينئذ يجوز أنه يفوتهم هذا. هذا قول أصحاب المذهب الثاني، المذهب الأول عفوا. ثم قال: وقيل، هذا شروع في المذهب الثاني، وقيل لا، يعني لا يجوز أن تجتمع الأمة على الجهل بشيء من الأدلة الشرعية حديث أو غيره. لماذا؟ لأن الجهل بشيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو من الخطأ الذي هو الضلالة، الذي ورد في الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، فهو منفي عنهم بنص الحديث، فكيف يصح نسبته إليهم؟ هذا لا يمكن. إن جهله أناس من المجتهدين فلن يجهله آخر، لأن الأمة لا تجتمع على الجهل بشيء من دين الله. قال: وارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا، في الأصح يعني مسألة يذكرها، افترضها افتراضا أهل الأصول، يعني هل يجوز عقلا أو سمعا، سمعا يعني شرعا، هل يجوز أن ترتد الأمة كلها في عصر يرتدون عن الإسلام والعياذ بالله؟ فقال: هذا ممتنع سمعا أي شرعا. هو يقول عقلا لما قلناه من قبل، أن باب الجواز العقلي باب إيش؟ واسع، فلهذا جوز بعض المتكلمين ارتداد الأمة جميعا عقلا، لأنهم يقولون ما يلزم منه محال لا لذاته ولا لغيره. قال: لعصمتها من الخطأ، والردة أعظم الخطأ، هكذا يعني معنى الدليل. لماذا؟ ما الدليل؟ لأن الأمة معصومة عن الخطأ، لا تجتمع أمتي على الضلالة، وأعظم الخطأ هو الردة والعياذ بالله. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فلا تزال هذه يدل ماذا؟ على الاستمرار، يستمرون على الإسلام بل على الحق عند الاختلاف. نعم، تفضل يا شيخ. ويصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف على صحة الإجماع عليه. فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه، أحسن الله إليكم، فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه كوجوب العبادات، وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف، اختار جماعة أنه حجة وبعضهم ليس بحجة، ويثبت الإجماع بنقل الواحد على الأصح، اختاره الأكثر كالسنة إذ هي أصله، والقول الثاني لا يثبت لأن خبر الواحد ظني فلا يثبت قطعا، ومنكر الإجماع الظني لا يكفر عند أصحابنا وغيرهم، وفي منكر الإجماع القطعي خلاف، اختار جماعة يكفر واختار آخرون لا،
فيفسق حينئذ، وقيل يكفر بنحو العبادات الخمس. أحسنت. يقول: ويصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه، يعني كل أمر تتوقف صحة الإجماع عليه لا يجوز إثباته بالإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع صار الآن فرعاً عنه، لأنه يتوقف عليه. فلو أثبتناه بالفرع الذي هو الإجماع، لو أثبتنا هذا الأمر بالفرع الذي هو الإجماع لكان دورة كل واحد منهما يتوقف على الآخر، مثل الآيات والأحاديث دلت على حجية الإجماع. فلا يصح حينئذ أن تقول القرآن حجة بالإجماع، السنة حجة بالإجماع، لأن الإجماع أصلاً ثبت بالكتاب والسنة، فكيف تجعل الفرع أصلاً والأصل فرعاً وتقلب المسألة؟ قال: أما الذي لا تتوقف عليه صحة الإجماع فيجوز. ثم قال: كوجوب العبادات، هذا مثال، وإلا وجوب العبادات وغيرها من الشرعيات كالمعاملات والأنكحة والجنايات، كل ذلك أمثلة صحيحة لما يصح أن يتمسك بالإجماع فيه. فيصح أن تقول مثلاً الوقوف بعرفة ركن في الحج والدليل الإجماع مثلاً، يصح هذا لأنه لا يتوقف كل منهما على الآخر. ثم قال: وفي الدنيوية، هذه واو الاستئناف، مسألة جديدة، وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف، اختار جماعة أنه حجة وبعضهم ليس بحجة. يعني الإجماع حجة في الشرعيات، هذا ظاهر واضح، وكل ما سبق هو كلام فيه، لكن الإجماع في الأمور الدنيوية كسياسة الناس وتدبير الجيوش وعلاقات بين الدول ونحو ذلك من الأمور الدنيوية، يعني أمور تنظيم الناس ومعيشتهم، هل الإجماع تثبت هذه الأمور بالإجماع أو لا؟ فقال: اختار جماعة بل هم الأكثرون أنه حجة. يعني الإجماع كما أنه حجة في الشرعيات فهو أيضا حجة في الدنيويات، الأمور الدنيوية. وبعضهم، بعض الحنابلة وبعض المتكلمين قالوا ليس بحجة، إنما تكون حجية الإجماع في الأمور الشرعية فقط. وبعض العلماء المحققين يقول إن هذه المسألة غير متصورة أصلاً، بل الحالتان حالة واحدة. لماذا؟ قال: لأن الأمور الدنيوية الآن أليست راجعة، أليس في كل أمر دنيوي حكم شرعي؟ ما من تصرف من تصرفات البشر إلا وله حكم لله سبحانه وتعالى، لا بد أن فيه من حكم لله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور يصدق عليها التصرفات، يعني في أمور المعيشة وغيرها يصدق عليه أن هذا التصرف أنه حلال أو حرام أو واجب أو مستحب إلى آخره، ومن ثم تعود المسائل الدنيوية إلى المسائل الشرعية. فما ينبغي، ما تتصور هذه المسألة أصلاً. ثم قال: ويثبت الإجماع بنقل الواحد على الأصح. الإجماع، هذا الآن الكلام في نقل الإجماع، يعني الذي أوصل إلينا العلم بهذا الإجماع. إذا كان واحداً فهل يصح كابن عبد البر مثلاً يقول أجمع على كذا رحمه الله، أو مثلاً ابن المنذر يقول أجمع على كذا، فهل يصح وهو واحد أن ينقل لنا الإجماع الذي هو قول الأكثرين؟ قال: نعم يصح، يثبت الإجماع وهو الصحيح في المسألة، اختاره الأكثر. قال: كالسنة إذ هي أصله. يعني الآن نقول عن هذا الخبر إنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما نقله لنا إلا الواحد. القراءة الشاذة تحكى على أنها قرآن أو خبر صحيح، فنقبلها عند من يقبل القراءة الشاذة مع أنها خبر أحادي. فكذلك الإجماع من باب أولى. والقول الثاني لا يثبت، قول بعض الحنفية وبعض الشافعية أنه لا يثبت الإجماع بنقل الواحد، لا بد من كثيرين ينقلونه. طيب ما دليلهم؟ قال: لأن خبر الواحد ظني فلا يثبت قطعيا. الكلمة الأخيرة قطعا يبدو أن صوابها قطعيا، لأنه إما أن يقول لا يثبت قاطعا، وإما أن يقول لا يثبت قطعيا.
فيبدو والله أعلم أن العبارة فيها تحريف وسقطت منها الياء. ثم قال: ومنكر الإجماع الظني لا يكفر عند أصحابنا وغيرهم. الإجماع الظني كالسكوت إذا أنكره المخالف لا يكفر، لا يقال أنكر مجمعا عليه فيكون مرتدا عن الدين، لا، ما يقال هذا لوجود الشبهة، لأن الإجماع الظني هو في نفسه اختلفوا هل هو حجة أو ليس بحجة، فكيف يكون طريقا لتكفير منكره؟ ثم قال: وفي منكر الإجماع القطعي خلاف. الإجماع القطعي اللي هو الإجماع الصريح النطقي يعني المنطوق به، خلاف اختار جماعة يكفر واختار آخرون لا. يعني بعضهم قال إنه يكفر لأنه أنكر شيئا قطعيا، وهو شيء وما دام أنه قطعي فهو من الدين، فيكون منكره قد أنكر شيئا من دين الله. قال: واختار آخرون لا يكفر. طيب لا يكفر فماذا يكون حكمه؟ قال: فيفسق حينئذ، فقط يحكم عليه بالفسق لا بالكفر. طيب والمذهب الثالث؟ وقيل يكفر بنحو العبادات الخمس، يعني دون غيرها، يعني الأشياء التي أجمع عليها وكانت معلومة بالضرورة من دين الله يكفر منكرها، كالعبادات الخمس، الشهادتين والصلاة والصوم والحج والزكاة، الخمس هذه معلومة من الدين بالضرورة فمنكرها يكفر، ومنكر غيرها من الأمور الفرعية لا يكفر، لأنه ليس كل إجماع يقف عليه الإنسان. والحقيقة أن هذه المسألة يعني على ما فيها من الخطورة، لأن أخطر حكم في دين الله هو تكفير إنسان، إلا أن الأصوليين لم يشبعوها بحثاً، والمسألة ينبغي التروي فيها، يعني لا تؤخذ على ظاهرها، لأنها كما قلت لم تشبع بحثاً، وأكثر من ينقلها هم من المتكلمين، والأمور هذه لا يمكن أن تكون على يعني طريق واحد، لأن من الناس من يكون عالماً يقف على مسائل الإجماع ويميز القطعي من الظني، ومن الناس من هو جاهل لا يعرف مسائل الإجماع بل لا يميز بين قطعي وظني، ومن الناس من يكون حديث عهد يعني بالإسلام جديد مسلم، فمثل هذا قد لا يعرف بعض أحكام الدين القطعية، هو جديد في الدين، كيف يقال بأنه أنكر شيئا مجمعا عليه فيكفر مباشرة يصدره حكم التكفير؟ لا. وثم إن القطعية والظنية في بعض المسائل يعني ليست واضحة، فما يراه بعضهم قطعيا يراه الآخر ظنيا، على أن الإجماع القطعي الصريح هذا بعضهم استبعده، فأي إجماع ينطق فيه كل المجتهدين بالحكم أين هو؟ وعلى هذا فغاية ما يكون إجماعا يعني ظنيا، فكيف ينسب منكره إلى الكفر مباشرة، فضلا عن أنه قد يكون متأولا، وهذا حصل، والمتأول صاحب شبهة، فلا يبادر إلى الحكم بكفره ومع خطورة الحكم بالتكفير كما لا يخفاكم، فينبغي في هذه المسألة التروي وعدم أخذها على ظاهرها كما ذكرها العلماء الوصول. ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.